حاج عبد السلام تربطنا به صداقة متينة، ونحن بجانبه منذ السبعينات، وهذا كان إنسانا خلوقا وإنسانا فدا، كان حاملا لكتاب الله، وكان هو من الرعاة للخير في المنطقة التي ينتمي إليها، التي هي منطقة سطات، وكان يحن الحنين الكبير لا لأهله ولا لعشيرته ولكل من له العمل الذي العمل الصالح. وحاج عبد السلام قضى حياته في الخدمة، في الخدمة الوطنية أولا، وكذلك في الخدمة الاجتماعية، لأنه كان يرعى المساجد، وكان يهتم كثير بالضعفاء، وأثره كذلك الذي تأثر فيه مع فقدان ابنه الأكبر رحمه الله، وهذا الأثر هذا أثر علينا جميعا كأسرة كأصدقاء كإخوة، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويرزق أهله ابنيه وبناته وبنتيه الصبر والسلوان، ولعشيرته ولذويه في المجتمع الاجتماعي والأخلاقي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا جينا من مدينة سطات الرباط، جينا من مدينة سطات الى مدينة الرباط لنواسي رفاق واصدقاء واحباء المشمول برحمته والماتل امام رحمته سي عبد السلام معتصم. سي عبد السلام معتصم بغض النظر على انه كان من اعوان السلطه في مدينه سطات، وكان رجلا طيبا له علاقات طيبه مع المجتمع السطاتي ومع المجتمع المدني، فهو انسان حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان رجلا يتقي الله، وكان رجل له من الاصدقاء والاحباء والمعارف، كان صيته دائعا، ولكن كان مستكينا، وكان لطوفا، وكان بشوشا، وكان طيبا في المعاملات وفي جميع علاقاته مع المجتمع في مدينه سطات. وبهذه المناسبه نحن جئنا لمواساة اخواننا واصدقائنا واولاد وابناء واصهار سي عبد السلام، كما نغتنم هذه الفرصة لنترحم على ابنه مستشار جلالة الملك محمد السادس رحمه الله سي محمد المعتصم، اللي هو توا خلى صدى طيب في مدينة سطات. وبهذه المناسبة نترحم على الفقيد المشمول برحمته، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ويرحمه ويشمله برحمته، ونطلب من العالي القدير أن ينصر جلالة الملك محمد السادس، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخرا وملاذا لهذا البلاد، والله المستعان على أمره. السلام عليكم.